أنا سارة بنت نواف رفيع من دائرة المتابعة هنا مع النيابة. تم إبعادك من التحقيق رسمياً. ونحن اليوم نقوم بكل ما لدينا من أجل الوصول إلى حقيقة ما حدث للفنان بدر العلي. أنت وش اللي يخليك شخص ما عنده احترام لأي حدود وقوانين؟ صدرت الأمر بدون دليل قاطع. حدسي كان دليل قاطع. ظاهر تبي تنتقمين لي. أبوي لا يمكن يؤذي أي شخص. تدرين لو هذا كله انتقام شخصي؟ أهون بكثير من أنه يكون تعطيل لتحقيق مهم مثل هذه القضية. كان سبب في انتحار مشتبه به؟ الغيرة سبب كثير من الجرائم، مثل ما أنتي ناقمة ومعطلتني عن قضية مهمة برا. ليه؟ لأني محقق سمعت عنه الكثير.